السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، لو عندك حمامة سابت البيض وطارت، طفشت أو ماتت لا قدر الله، أو أصابهم المرض الحمام الأهلي، يعني أصابهم أي مرض وتركهم البيض زي كده، هنتصرف ازاي مع البيض اللي زي ده؟ هل نسيب البيض يفسد ولا نعمل فيه ايه؟ هقولك دلوقتي حالا هنتصرف مع البيض ده ازاي. طيب دلوقتي انا عايز احط البيض اللي هو الاهالي تركته وطارت او ماتت او اصابهم المرض، مش عايز البيض يفسد، انا هبحث عن اقرب بيض اتباض معاهم، لو في بيض اتباض معاهم في نفس اليوم يكون افضل، لكن انا بحثت ما وجدتش غير البطين دول، انا ما لقيتش اقرب من دول. البيض اللي معايا، البطين اللي معايا اهم، اللي هم الاهالي تركوهم، الاهالي سابوهم وطارهم، عمرهم 4 ايام، دول عمرهم 4 ايام. اما البيض اللي عندي ده لسه يعتبر لسه اول يوم، البيضة التانية متباضة النهاردة. طيب دول هيفقسهم قبل التانيين، ايه الحل؟ هل الاهالي هيأكلهم الزغاليل دي اول ما تطلع؟ لا مش هيأكلهم، انا بقولك الاهالي مش هيأكلهم البيض اللي انا حطيته ده، لان هم بيكونوا من اللبة بالظبط على وقت اللي هم رقدوا فيه، اللي هو البيض بتاعهم بعد 18 يوم، وقت ما يفقس يكون اللبة اللي هو زي حليب الام اتكون عندهم، يبدأوا مياتهم اللبة في العمر ده، يعني دول يسيبوهم الاربع ايام من غير اكل. الاربع ايام دول بقى هم المشكلة. انا اقول لك هنعمل ايه، هنسيب البيض كده يرقدوا عليه وهم هيسخنوهم ويطلعوهم ان شاء الله. طب انا هقول لك على بال ما يطلعوهم هنستنى لغاية اول ما البطين دول يفقسهم وهقول لك هنعمل معهم ايه. طيب دلوقتي فات الوقت اللي هو ال 18 يوم، طبعا احنا حطينا دول وهم كانوا سابقين البيض الاصلي باربع ايام، دول اللي هو البيض اللي انا حطيته اللي اهاليه طارت الزغلولين دول، الحمد لله فقسهم، لكن هم دلوقتي عمر 3 ايام اهو، فاضل على التانيين دول نقول ايه يوم. لو شفنا اهو البيضة اهو نقرت اهي هتطلع بكرة، يبدأوا من بكرة يوكلوهم. طيب مين اللي كان بيأكل دول الفترة اللي فاتت دي الكام يوم؟ انا اللي كنت بأكلهم، تمام؟ يبقى دول انا اللي كنت بأكلهم. هقول لك بأكلهم ازاي، اهو البيضة التانية برضو فيها النقرة في الطرف اهو، لو حضرتك لاحظت في الطرف اهو نقرة، فان شاء الله يعني دول يطلعوا بكرة اللي هم البطين الاصليين بتوع الاهالي، يبدأوا من الاهالي يأكلهم الزغاليل. قبل كده مش هيأكلوا الزغاليل، الاهالي لازم ترقد 18 يوم على البيض علشان يكونوا اللبة ويبدأوا يأكلهم الزغاليل الصغيرة. طيب لو انا سبت الكبار معاهم هيأكلهم الكبار ومش هيعرفهم يأكلهم الصغيرين. طب انا هدور على حل برضو تاني، هشوف زغاليل تانية فقست مع الصغيرين دول، اضيف الصغيرين واسيب الكبار دول يدهم لبة زيادة، لان هما دول خدوا لبة صناعي، اللبة الصناعي اللي انا هوري لحضرتك دلوقتي. طيب هنعرف ايه اللبة الصناعي اللي انا بشتغل بيه، انا بشتغل بالهنا ميكس، ده اللبة الصناعي اللي هو الميكس بتاعنا اللي انا بشتغل بيه، ده في حالة لو موجود، لو مش موجود عند حضرتك يبقى هتجيب حضرتك كيس بودرة، كيس لبن بودرة او حليب بودرة زي ده، او مسحوق الحليب زي ما اخواننا بيقولوا، اخواننا في الدول العربية اللي بيسموه حليب مجفف، او حليب مجفف مكتوب عليه، ده طبعا النوع ده مكتوب عليه مقوى بالحديد، ده 8 كيس 3 جنيه، وفي منه كيس ب4 جنيه، ده احنا بنتكلم بالنسبة لمصر. طيب نستخدمه ازاي، لو احنا هنستخدم ده اللي انا بقول لحضرتك بديل اهو، حط كمية قليلة كده ونضيف عليها مية دافية،
ده حضرتك الميكس ده اللي بيستخدم، اللي انا بستخدمه بيستخدم من عمر يوم، حتى الفطام احنا بنستخدمه للطوارئ يا جماعة، اللي طبعا في ناس كتير يقولوا انت ليه ما بتسيبهمش للاهالي؟ طب احنا بنسيبهم للاهالي والله، وعشان نريح نفسنا، لكن ده بنكون مضطرين في الظروف اللي زي كده، مش هتسيب البيض يبوظ او تسيب الزغليل يموت. المهم حضرتك تحط البيض اللي الاهالي تركته لاي سبب تحت اي حمام، المهم التابع لما البيض يفقس مش في ميعاده انت بتوكله. اهم حاجة شوف حضرتك ده، عشان في اخت بتقول لي ان انا عملت زي ما انت بتعمل من اول يوم والزغليل ماتت. الزغليل ماتت لان هي خنقتهم. الزغلول اللي هو اول يوم، الزغلول اللي هو اول يوم بيحتاج حرص شديد جدا، ده نقول عليه 3 ايام. شوف بقى اول يوم بيبقى عامل ازاي، بيحتاج حرص شديد جدا، لكن دي لما تدخلها كده في حال حصلت الزغلول مفيش منها خوف، وما تملاش الحصلة جامد، يعني على القد كده بس اهو، ازاي ما تملاش الحصلة قوي، على قد بس ايه اهو. انا اعطيته واحدة، هو انا مأكله قبل كده ما شاء الله، شوف اهو دليل ان انا بأكله مش نظيف اهو، شايف اللي على دماغ ده من نتيجة الاكل اللي انا بأكله له، لكن الحمد لله كبر. يعني شوف ده كبر ازاي، ده اللي فائس قبل ده بيوم، شفت الفرق، ده فائس قبل ده بيوم. يبقى بالطريقة دي ان احنا مش هنسيب الزغليل تموت، او مش هنسيب البيض اللي هو يبرد الاهالي تركوه، هنحط البيض تحت اي حمام. لو في عندك حمامة بيضة في نفس الميعاد حط تحتها، يكون كويس جدا. لكن احنا طبعا عارفين ان الحمامة مش هتقدر تأكل 3 او 4 لو فقسوا مع بعض، مش هتقدر تأكلهم، فاحنا هنساعد بالطريقة دي. احنا بنعمل كده وممكن ما نحتاجش ان احنا نزغطهم، ازاي؟ ممكن حضرتك تلاقي بيض تاني في نفس الميعاد، فقس في نفس الميعاد، في بيضة طلعت وبيضة ما طلعتش، تقوم حضرتك ترحل الزغلول من دول مع زغلول التاني المناسب له في الحجم، حط ده مع زغلول تاني مناسب له في الحجم تحت حمام تاني، مفيش مشكلة. انقل الزغليل، انقل البيض، المهم تكون متابع وتعمل زي ما انا عملت كده بالسرنجة دي، بالمبسم السيليكون ده. المبسم السيليكون ده يا جماعة شوف طار ازاي، مش هيجرح زور الزغلول، وهو في عمر يوم تقدر تأكل به لغاية اخر يوم. المهم تتابع كل يوم الزغليل وتنقل، مفيش مشكلة انك تنقل الزغلول الكبير مع الكبير، الصغير مع الصغير. ارجو يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.